معانا الحاج من اليمن، كان عنده التهاب أعصاب طرفية، ما كانش كانت الدورة الدموية الدقيقة فيها مشكلة، وما كانش إحساس، والركبة كان عنده خشونة شديدة في الركبة، كانت الركبة متخشبة، وكان عندنا ضعف جنسي نتيجة لمرض السكري. عايزين عملنا معاه فيديو عشان يكلمكم عن الجلسات وعن النتيجة بتاعتنا. ايه رأيك يا حاج؟ الحمد لله الحمد لله. حسيت انك استفدت في لله. كل الحاجات اللي تعرفت الحمد فيها لله. عندنا. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الركبة احسن طبعا، الدورة الدموية الدقيقة اثنينها اشتغلت، والركبة احسن يعني تقريبا. احنا عملنا له كمان حقن جهاز التعين الامريكي في الركبه، الحمد لله دلوقتي مفيش، نقدر نقول مفيش خشونه، بنمشي احسن، الركبه زي ما احنا شايفين بتتحرك ازاي الحمد لله. وضعف جنسي الحمد لله برضو، يعني النتيجه هتبقى مرضيه وكويسه جدا. بس حبينا نصور الفيديو ده معاك بقى عشان تقول لنا رأيك في العلاج عندنا في المركز وفي الحمد مصر. لله الحمد لله كويس الحمد لله الحمد لله، ربي يجعله بالشفاء يا حبيبي.